خلونا نطلع نشوف مع بعض تقرير البست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا ونرجع نبتدي ونكمل حلقتنا معاكم. اتفضلوا. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية أولاد الناس للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، وتقسم الرواية إلى ثلاثة أجزاء تحكي جميعها عن سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلاون. يحتل المركز الثاني كتاب علاقات خطرة للكاتب الدكتور محمد طه، ويتناول أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية المؤذية لأصحابها وكيفية التعامل معها. جاءت في المركز الثالث رواية السرعة القصوى صفر للكاتب أشرف العشماوي، وهي عمل أدبي يجمع ما بين التاريخ والتشويق، ويأخذنا الكاتب في رحلة مثيرة مستوحاة من بعض أحداث حقيقية عن الطموح الإنساني والصراع السياسي. جاءت في المركز الرابع الترجمة الأدبية فن قراءة العقول للكاتب هنريك فاكسويس، وترجم هذا الكتاب إلى 35 لغة. تختتم قائمة الأعلى مبيعاً برواية تغريبة القافر للكاتب والشاعر العماني زهران القاسمي، والتي فازت بجائزة البوكر للرواية العربية هذا العام.